نزيه باهي، سيلز مانجر شركة بي اي تكنولوجيز. الحقيقة شركة بي اي تكنولوجي احنا شركة سوفت وير، عندنا بورتفوليو كبير من البرامج، شغالين جولد بارتنر لمايكروسوفت داينامكس 365. ان اديشن عندنا اور اون برودكت، اشهرهم برنامج اللي هو السيلز باز، ده برنامج موبايل سيلز فورس اوتوميشن، اللي هو بينيبل السيلز ريب، اي شركة عندها مندوبين مبيعات، ان المندوب ده يقدر من خلال الموبايل اندرويد او الويندوز موبايل من خلال الماركت يقدر يعمل الفاتورة بتاعته. طبعا هو بيبقى انتجريتد بكل الاي ار بيز. عندنا برنامج اسمه الفيلد باز، ده برنامج للافتر سيل سيرفيس، نفس فكره السيلز باز بس للتكنيشن. عندنا برنامج اسمه رود نت روت اوبتمايزيشن، عندنا فليت مانجمنت، دي السولوشنز بتاعتنا. والحقيقه عندنا كم كبير من العملاء، معظم المالتي ناشونال كومباني زي كوكا، بيبسي، جوهينا، بروكتر اند جامبل، يونيليفر، ارما، سافولا، موبينيل، فودافون، كل الشركات، هينكل، انرجايزر، كل الشركات الكبيرة الحمد لله شغالة بالسولوشنز بتاعتنا. الحال السنة دي الايفنت احنا شايفينه مختلف، المكان احسن بكتير، المساحات اوسع، في بريباريشن وفي افورت من الشركة المنظمة كبير جدا. المواصلات الحين عشان يعني مش عارف في عاملين مواصلاتها، بس بيعملين اوفرز مع اوبر وكريم، اللي بيجي اوبر وكريم بيبقى فيه خصومات، اللي مع عربيه طبعا الباركينج هنا مساحات اوسع بكتير، الدنيا ما فيش الزحمه. وال هناك برضو كانت السنه اللي فاتت في مشكله شويه في موضوع الاصلاحات والكوبري اللي كان بيتعمل، فطبعا الوضع هنا احسن بكتير من السنه اللي فاتت. يعني بص لحد دلوقتي مش ما اقدرش احدد، ان انا امبارح تحديدا انا كنت يمكن في الكونفرنس اللي كان حاضره الرئيس والساده الوزراء، وخرجنا كان في اقبال الى حد ما كبير معقول الفتره اللي انا قعدتها حوالي ساعتين. دلوقتي يا دوبك النهارده الدنيا انت عارفه بقى لنا ساعه الى حد ما في اقبال، يعني على البوس عندنا جالنا كذا عميل مهتم الحقيقه، ف انا شايف ان هيبقى طبعا احسن من السنين اللي فاتت ان شاء الله باذن الله.